صباحكم خير عن جديد. رح نبلش أولى فقراتنا. شخصياً يا نور ما بحب سميه سن اليأس، بحب سميه سن الحكمة أو سن الأمل. ارتبط موضوع سن اليأس بالمرأة دائماً، والرجال كمان بيمرق بأعراض على طول بتشبه أعراض جسدية بتمر فيها المرأة بسن اليأس، ولكن هل ممكن تنعكس على صحته النفسية ومزاجه العام؟ تماماً يا ورد، ويعتقد بأنه مرحلة اليأس كما تسمى أنه بتبدأ مع انخفاض مستويات إنتاج الهرمون الذكري. فشو هي أعراض الوصول لهي المرحلة وكيف لازم الرجل يتعامل معها؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل مع الاختصاصية النفسية شذا عبد اللطيف. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك شذا، يسعد صباحك. يعني مثل ما ذكرت بالمقدمة، على طول بنعرف أنه المرأة لما بينقطع عنها الحيض تتبدل هرموناتها، المبايض ما عادت تنتج بيوض، فبتمر بمرحلة من المزاج المعكر نوعا ما، بنسميه تجاوزا سن اليأس. ولكن الرجل معقول يمر كمان بمرحلة بيكون فيه المود تبعه تابع للهرمونات؟ تماما. أول شيء سعد صباحكم. ثاني شيء بالنسبة لموضوع سن اليأس، نحن ما بنفضل إنه نحن نسميه بسن اليأس. ممكن هي أزمة منتصف العمر، الغالبا هنهم بسموها هيك. بالنسبة لهي المرحلة، هي مرحلة بتمرق بمراحل كل إنسان، مثل مراحل الطفولة، المراهقة، الرشد، الشيخوخة. هاي المراحل يعني بتتم دورة الإنسان حتى يوصل لمرحلة الكهولة. أنا بحب سميها أنه هاي المرحلة بينتقل فيها الإنسان من مرحلة الشباب لمرحلة النضوج، مثل ما ذكرت حضرتك بالمقدمة، مثل مرحلة الحكمة يلي هو بيوصل لإلها. بيبدأ بهاي المراحل يلي هو عم بيمرق فيها، بصير في عنده تقلبات. هاي التقلبات تبدأ عنده أعراض، إن كانت أعراض جسدية أو أعراض نفسية. في كتير أشخاص ممكن ما يتقبلوا هاي المرحلة اللي هنون هلأ عم يمرقوا فيها، بيلاقوا في تغيرات. أنا وين كنت؟ أنا وين صرت؟ هو بيبدأ من يعني بينتهي من مرحلة الإنتاج يلي هو بيكون عم يحصد ثماره كل مثلا بتفاصيل حياته لمرحلة مثلا الكهولة، فهو بيوقف هون عند هاي النقطة وبيبلش بقى يلاحظ الفرق والتغيرات يلي هي بقى عم تحدث معه. تماماً. خلينا نحكي عن الانعكاسات يلي ممكن تصيب الرجل بهذا السن. كمان المحيط الخارجي أو حتى محيط العائلة ممكن يتأثر فيه كمان. كيف نحن لازم نتعامل معه وشو الشيء اللي رح يتأثر فيه؟ تمام. هلأ مبدئياً خلينا نذكر أنه مثل ما بنعرف دائماً عند المرأة، مثل ما ذكرت حضرتك، هو مرتبط بفوق سن الأربعين، لكن عند الرجل هو ما إله عمر محدد. ممكن تلاقي رجل مثلاً عمره 50 سنة، بتلاقيه بكامل نشاطه، بكامل قوته، بكامل مثلا بيقوم بنشاطاته اليومية بأعماله، ما بتلاقي عنده أي صعوبة مثلا. ممكن تلاقي شخص تاني بدأ بعمر بعد مثلا 45، بتلاقي أشخاص بالستين بلش تظهر عندهم هي الأعراض. فهو ما عندنا عمر موحد أو مثلا دراسة هي شاملة للعمر اللي نحن بدنا نحدد فيه سن اليأس عند الرجال. ما بترجع وبتعود لطبيعة هذا. تماما، بترجع لطبيعته. وحتى أيضا في دراسات أثبتت أنه هي بتبين عند هذا الشخص حسب طبيعة عمله وحسب هو شو كان مثلا بيشتغل، شو كان بيعمل بالحياة. كتير في دراسات أثبتت أنه في عنا إلى علاقة بالأسلوب حياته مثلا الصحية اللي كان هو بيتبعه، الكفاءة الذاتية، كيف هو مثلا كان عم بيقوم بنشاطاته بمهامه. كل هاي الأسباب هي بتلعب دور هو إيمت ممكن يوصل لسن اليأس أو ما يوصل لإله. ولكن بالنسبة للانعكاسات، هلا مثل ما ذكرتي أنت حضرتك بالبداية، بيصير في عنا انخفاض بمستوى هرمون الذكورة عند الرجال، هرمون التستوستيرون. هذا الهرمون ببلش بقى تنعكس آثاره على صحة الرجل، إن كانت الجسدية أو النفسية. صحته الجسدية بنلاقي ببلش بقى يتعب، ببلش بقى بصير الشعر على بياض، ببلش بقى تشكل تجاعيد عنده، بصير عندنا مشكلة بتقبل صورة الجسد الجديد يلي هو بقى بتقدير الذات. تماما، بصير هو يمتلكه. من الآثار النفسية يلي نحن بقى بتصير عندنا، اللي نحن بتصير في عندنا مشاكل وصعوبات مثلا بالنوم، بصير في عندنا صعوبات بالتعامل مع الناس، بصير في عندنا حساسية زائدة، في عندنا كمان ما بقى فينا نتعامل مع مثلا الزوجة، مع الأطفال، بصير في عندنا قلق، غضب، بصير في عندنا نقص لحاجات مثلا داخلية، هي الحاجات ما عم بقدر اني انا اشبعها.
فبوصل لمرحله انه انا بدي احاول اعوض، بصير في عندنا سلوك تعويضي ابدال. تماما، هذا السلوك التعويضي بقى بسلكه انا بطريقه خاطئه، بقى بتبلش عندي سلسله ومشاكل هي لا متناهيه وهي دائره مغلقه ان كان للشخص او حتى محيطه. صحيح، وكانه عم يمر معظم رجالنا اللي بسن التقاعد بموضوع سن الياس عند الرجل، ترك شغله بعد شغل 30 سنة 35 سنة خدمة بمديريات الدولة مثلاً أو حتى بالقطاع الخاص ما كتير عادوا يعتمدوا عليه، فمر بمرحلة اكتئابية منسميها تجاوزاً سن اليأس عند الرجل. بس أنا كمان من مبدأ حكيك عم قول ثلاث أرباع شبابنا بهالأيام عم يمروا بسن اليأس، طالما التقدير للذات ضعيف، طالما ما في شغل ما في إنتاجية، طالما ما في كسب، المستقبل مجهول نوعاً ما، أنا ما بعرف بكرة شو مخبي لي، الظروف كتير صعبة المحيطة فيني. صحيح صحيح. فأنا إذا كرست هاي الأفكار براسي حتى لو عمري بالعشرينات بالثلاثينات حتوصل لإلها، رح أوصل لسن اليأس وإنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الثانية رح يكون ضئيل. تمام. بدنا حل حتى ما يعاني الرجل آدم من موضوع سن يأس وقلة تقدير للذات. هلا بالنسبه مثل ما ذكرت حضرتك، نحن في عنا الرجل بيكون على مدار مثلا 30 سنه هو حدا معطاء، قوي البنيه، قوي الشخصيه، قادر على قياده منزل، قادر على اعطاء اتخاذ قرارات، قادر على انجاز كثير من المهام. ممكن اشخاص ثانيين ما يكونوا مثلا بنفس هي المرتبه او المكان الاجتماعي اللي هو فيها، بيلاقي حاله شخص قاعد بالبيت فاضي البال. انت ممكن عن جد هلا اذا بتشوفوها كثير هلا بين البيوت، لما بتلاقي الرجال بيكون شخص مثلا اجتماعي ما بيعمل مشاكل بالبيت، شخص ما بيتدخل مثلا بالاهل، بعد عمر الخمسين بتلاقيه بلش مثلا هي ليش حاطط اياه هون، بقى بصير من الفضا يلي هو عنده اياه ببلش يخلق مشاكل، يخلق تفاصيل. هي المواضيع او هي مثلا الانعكاسات يلي هي بقى بتصير عنده ما عم يعرف يداركها، ما عم يعرف يتعامل معها بشكل مزبوط بشكل صحيح. والأعراض الجسدية اللي هي بتطلع انخفاض هرمون التستوستيرون هذا عم بيزيد مثل ما بيقولوا الطين بلة. فبالنسبة مثل ما ذكرت لشبابنا لليوم إنه ما عندهم هذا مثل ما بنقول الوعي بي، أنا عند إنه أنا عم بأمرق بواحد اثنين ثلاثة، أو الاستعداد المسبق لذلك. تماماً تماماً. أنا ممكن إني أنا إذا بيكون عندي الوعي إني أنا بعرف إني عم بأمرق بهذا الموقف واحد اثنين ثلاثة، بعرف أنا كيف بدي أتعامل معه، شو أنا الأساليب، أنا ممكن أنا أعمل تحصين لإلي أنا كرمال ما أمرق فيها لبعدين، إني أنا عم شوف نماذج قدامي، هي النماذج ممكن إنه عم تخلق مشاكل مع العائلة، ما عم تقدر تقوم بنشاطاتها اليومية، بتلاقي حتى بتصير في مشاكل بين مثلا الزوج والزوجة، إذا بصير في عنا صعوبة مثلا بالإنجاب أو هيك، بقى بتصير هي فحوى المشاكل يلي هي بقى بتصير عندهم. بنحاول نحن نعمل تحصين للشباب اللي نحن عم توعية. تماما، ننشر التوعية بهي الأعراض اللي هي ممكن تظهر عنا. ممكن مثل ما أنا في أعراض تكون سابقة لهذا الشيء، ممكن اني انا هيك مؤشرات انه تدل انه انا مثلا بلشت رح تظهر عندي، لا لازم انا نمي قصص ثانيه انا عندي اياها، اعبي وقتي بتفاصيل انا كنت حبها او هوايات. انا كثير بشوف انه هذا العمر مثلا اللي بيمرقوا فيه الرجال مثلا بعمر التقاعد، انا بشوف مثل ما ذكرت عمر الحكمه. انا اليوم ممكن انا كثير في مشاريع كنت انا قايل اني انا بدي اعملها قبل، بس انا مو قادر اني انا كنت اعملها، فانا اليوم صار عندي الوقت الكافي، المهاره الكافيه، صرت بمتلك الحكمه والنضج اني انا اليوم قادر اتخذ قرار صحيح بشان هي المشروع او الهوايه اللي انا بدي اعملها او اني انا اطورها. تماما، يعني اخذنا منك كثير من المعلومات اللي ممكن تفيد كثير من الرجال بخصوص هذا الموضوع، وفعلا نعرف نوظف امورنا بشكل صحيح، ومثل ما قال ورد يكون في عنا استعداد مسبق لحتى نواجه ونقابل هي الحاله. ختاما نشكرك لوجودك معنا، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح كل الشباب والرجال يلي عم يتابعونا، لأنه فعلا اليوم الرجل عم يمر بمراحل نفسية كتير صعبة. يعني صحيح يا ورد، شكرا كتير لك.